مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شهد حف تكريم أبطال الجزائر في أولمبياد باريس تألق بطلة الجيدو سليمة سواكري في تنشيطها هذا الحفل، وقد أعجب متابعوها بإطالتها وستايلها الجديد الذي شبهه البعض بالمغنية نجوى كرم. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.